قرر أسرى حركة الجهاد الإسلامي الشروع في إضراب مفتوح عن الطعام. هذا الإضراب تم دعمه من كافة الفصائل الفلسطينية. نادي الأسير الفلسطيني أوضح في بيان صحفي أن معظم الأسرى من الجهاد وعددهم نحو 400 أسير سيشاركون في الإضراب، وذلك رفضاً لاستمرار إدارة سجون الاحتلال بإجراءاتها التنكيلية العقابية الممنهجة بحقهم ومحاولاتها استهداف البنية التنظيمية لهم. معي للحديث حول هذا الموضوع مدير الإعلام في وزارة الأسرى السيد إسلام عبدو. أهلا بك سيد إسلام عبدو في هذه الحلقة من حقوق الناس. بداية، كيف تتابعون إضراب أسرى حركة الجهاد الإسلامي، وإلى أي مدى هناك فعلا تنسيق بين كافة الفصائل الفلسطينية وأنتم أيضا في وزارة الأسرى الفلسطينية لدعم هذا الإضراب، دعم مطالب الأسرى الفلسطينيين في هذا الإضراب؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بالتأكيد اليوم أعلن الأسرى دخول في إضراب مفتوح عن الطعام كخطوة أولى للتصدي للهجمة المسعورة والغير مسبوقة والانتقامية التي تشنها إدارة مصلحة السجون على الأسرى منذ 6 سبتمبر الماضي عقب انتزاع الأسرى حريتهم من سجن جلبوع ونفق جلبوع. اتخذت إدارة سجون الاحتلال جملة من الإجراءات الانتقامية التي تستهدف الأسرى بشكل عام داخل سجون الاحتلال، وخاصة يعني أسرى حركة الجهاد الإسلامي، لضرب البنية التنظيمية للحركة الأسيرة. المستهدف في البداية هم أسرى حركة الجهاد الإسلامي بالقيام بتوزيعهم على غرف وأقسام الفصائل وإنهاء أي تواجد للأسرى الجهاد الإسلامي في أي غرف وأقسام. يعني لو نوضح أستاذ إسلام عبدو، ما المقصود باستهداف البنية التنظيمية لهم، يعني بتشتيتهم في كافة السجون أو الزنازين وعزلهم عن بعضهم، يعني منع التواصل بينهم؟ نعم، هذا هو المقصود، هو تشتيت الأسرى، أسرى حركة الجهاد الإسلامي، وتوزيعهم على الغرف والأقسام، لا يبقى أسيرين داخل غرفة واحدة. الهدف عزل، تم عزل قيادات الحركة الأسيرة وقيادات الحركة الجهاد الإسلامي في محاولة انتقامية لما جرى في سجن جلبوع. يعني هذا الأمر يعني من شأنه أن يكون مقدمة وبداية لاستهداف الحركة الأسيرة ككل، خاصة أن الحركة الأسيرة لها دور مهم على الصعيد النضالي الفلسطيني وعلى صعيد مواجهة ومجابهة إدارة سجون الاحتلال التي حاولت يعني قبل حتى عملية نفق الحرية فرض واقع اعتقالي صعب على الأسرى، ولكن الأسرى يعني هددوا باتخاذ جملة من الإجراءات وقاموا بذلك. واليوم استغلت إدارة سجون الاحتلال كخطوة انتقامية عملية نفق الحرية لفرض هذا الواقع الاعتقالي بضرب البنية التنظيمية وتشتيت الأسرى وإنهاء يعني أي عوامل للصمود. ولكن ألا يشكل هذا انتهاك لحقهم؟ أسرى كثير منهم يقبع في سجون الاحتلال لسنوات طويلة، يعني غير الأهداف السياسية للاحتلال الإسرائيلي. إنسانيا، حتى وفق قوانين معاملة الأسرى، هل لدى الاحتلال أي مبرر لفصل أسيرين يعيشان مثلا في زنزانة منذ سنوات، منذ أكثر من 10 سنوات مع بعضهما؟ يعني الواقع داخل سجون الاحتلال هو واقع مأساوي صعب. إدارة سجون الاحتلال تحاول أن تستغل أو تستخدم كل وسائل القمع. نتحدث عن أكثر من 40 يعني عقوبة فرضت خلال الشهر المنصرم، من بين العزل وحرمان الأسرى، من حتى الفرشة يتم إعطائها في موعد محدد وسحبها الساعة 6 صباحا. هذه ضمن ناهيك عن الغرامات المالية في حالة الوقوف اليومية والإجراءات القمعية والغير مبررة والتي لا تتوافق مع القانون الدولي والإنساني، ولكن هي السياسة الانتقامية والنفس الانتقامي الذي تحاول أن تفرضه إدارة سجون الاحتلال على الأسرى، خاصة بعدما جرحت ومست كرامة إدارة مصلحة السجون عقب نجاح هؤلاء الأسرى بانتزاع الحرية وتوجيه اللوم من قبل حكومة الاحتلال ومنظومة الأمنية إلى إدارة سجون الاحتلال. لذلك ما نشهده هو حالة انتقامية غير مبررة إلا في سياق الانتقام من الأسرى وتوحد ووحدة الحركة الأسيرة داخل سجون الاحتلال. الآن يعني هذا هو السؤال التالي، وحدة الحركة الأسيرة داخل الاحتلال كيف تتجسد من خلال هذا الإضراب؟ بالتأكيد وحدة الحركة الأسيرة اليوم تتجسد بشكل
كبير ومهم من خلال بيانات الحركة الأسيرة التي يعني وصلت إلى الجميع، وعبر البيانات التي تؤكد على وحدة وتماسك الحركة الأسيرة، لأن إدارة سجون الاحتلال تحاول أن تظهر أن ما تقوم به من إجراءات هي تتعلق بأسرى حركة الجهاد الإسلامي، ولكن اليوم قرار إدارة قضاء قرار الحركة الأسيرة بالدخول ودعم أسرى حركة الجهاد الإسلامي من كل التنظيمات الفلسطينية، حركة حماس وفتح والجبهة الشعبية والكل الفلسطيني داخل السجون موحد خلف يعني القرار بالدخول في إضراب مفتوح عن الطعام لمواجهة إجراءات إدارة سجون الاحتلال. وزارة الأسرة ما الذي يمكن أن تفعله لدعم هذا الإضراب؟ الحركة الأسيرة؟ لا، وزارة الأسرة الفلسطينية في السلطة. نعم بالتأكيد، نحن كوزارة أسرة وكل المؤسسات العاملة في مجال الأسرة بالتأكيد يعني قضية الأسرة اليوم هي على المحك، خاصة هذه المعركة التي يعني يراد من خلالها كسر إرادة الأسرة، وهذه معركة مفصلية في تاريخ حركة الحركة الأسيرة وفي تاريخ الصراع مع هذا الاحتلال. لذلك يعني المطلوب من وزارة الأسرة وكل المؤسسات العاملة في مجال الأسرة وقوة وفصائل شعبنا الفلسطيني الدعم والالتفاف خلف قضايا خلف قضية الأسرى اليوم، موحدين بنفس وهمة واحدة وإفشال أي مخطط لهذا الاحتلال. هذا الكلام كلام جميل وطيب، لكن كيف يتجسد عمليا؟ ما الذي يمكن أن تفعله السلطة الفلسطينية من خلال وزارة الأسرى أو يعني من خلال رئاسة السلطة الفلسطينية لعرض هذه المطالب أمام المحاكم الدولية، لعرضها على المجتمع الدولي وفرض إرادة الأسرى الفلسطينيين على الاحتلال؟ يعني بالتأكيد الدور السياسي مهم من السلطة الفلسطينية، وحقيقة يعني نحن في وزارة الأسرى في غزة، دعني أوضح هذه النقطة، ولكن المطلوب حقيقة من رئاسة السلطة الفلسطينية ووزارة الخارجية الفلسطينية والسفراء وكل الممثليات والجاليات والجهات الدبلوماسية الفلسطينية في الخارج، مطلوب منها أن يكون لها دور وحضور على سواء على المستوى السياسي في هذه القضية. مع الأسف هناك غياب للإرادة السياسية لنصرة الأسرى داخل سجون الاحتلال. يعني ما نشهده اليوم من واقع وحدة الحركة الأسيرة داخل سجون الاحتلال، يعني مع الأسف يعني هناك يعني عدم اهتمام بقضية الأسرى سواء على المستوى السياسي الفلسطيني الرسمي، وهناك يعني تقصير واضح في هذه المسألة. المطلوب اليوم دعم صمود الأسرى سياسيا قانونيا إعلاميا. المعركة اليوم يراد من خلالها كسر إرادة الأسرى داخل سجون الاحتلال على مستوى يعني غزة ووزارة الأسرى في غزة وكل المؤسسات، هناك يعني التفاف وهناك وحدة وغرفة عمليات موحدة لمتابعة أوضاع الأسرى داخل سجون الاحتلال، وعبر الفعاليات المستمرة اليومية لتفعيل قضية الأسرى وإبقاء قضية حاضرة. وكل يوم أما هناك يعني وقفات تضامنية وإسنادية ومؤتمرات صحفية تناشد وتطالب العالم ومنظمة الصليب الأحمر وكل أحرار العالم بالتحرك العاجل وإظهار ما يتعرض له الأسرى داخل سجون الاحتلال. طيب، الآن قانونياً الانتهاكات التي يتعرض لها هؤلاء الأسرى الفلسطينيون كما ذكرت سيد إسلام تتعارض مع القانون الدولي ومع مواثيق حماية الأسرى. هذه الانتهاكات هل يمكن تقديم دعاوى ضد الاحتلال أمام المحاكم الدولية عليها؟ بالتأكيد يمكن ذلك، ولكن الذي يسأل عن ذلك هي الجهة السيادية المتمثلة في السلطة الفلسطينية، التي من المفترض يعني أن تكون قد استغلت وضعية فلسطين التي يعني اكتسبتها في الأمم المتحدة كصفة دولة مراقب، والذي أهلها للانضمام إلى العديد من المنظمات الدولية والحقوقية، ومن شأنها أن يؤهلها أيضا إلى مخاطبة محكمة الجنايات الدولية وكل المحاكم والاتفاقيات. لذلك المطلوب هو التحرك العاجل وحمل الملفات القانونية التي تتعلق بالانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى، سواء الأسرى المعزولين، الأسيرات، الأسرى المرضى، الأسرى القدامى، كبار السن. هذه ملفات بحاجة إلى عمل وجهد سياسي وقانوني عبر مستويات ومنظمات حقوق الإنسان والمحاكم الدولية. على الأقل إذا لم نستطع أن ننصر الأسرى أو أن نفرج عنهم، أن يكون هناك تخفيف من حدة الوطأة والهجمة المسعورة من قبل هذا الاحتلال. الاحتلال يدرك جيدا أن في حال يعني مست هيبته وكرامته وجرح في يعني ما يدعيه أنه واحد الديمقراطية في الشرق الأوسط، بالتالي
سيكون هناك تراجع في هذه المسألة وسيكون هناك إعادة لحسابات ما يجري داخل سجون الاحتلال. طيب بالنسبة لقضية الصليب الأحمر الدولي سيد إسلام عبده، هل هناك متابعة لزيارات الصليب الأحمر الدولي لهؤلاء الأسرى الفلسطينيين وهذا الإضراب عن الطعام في كثير من الأحيان؟ الاحتلال الإسرائيلي يهمل هؤلاء ويهملهم أقصد من الناحية الطبية والصحية، ويوجد خطر على حياتهم، لذلك هناك ضرورة لتفقد هؤلاء. تأكيد الصليب الأحمر كمنظمة دولية يعني تعمل في الأراضي الفلسطينية ويقع عليها مسؤولية متابعة الجانب الإنساني والأوضاع داخل سجون الاحتلال ومراقبة مدى تطبيق الاحتلال لاتفاقيات جنيف الرابعة والثالثة ومدى التزامه بالقانون الدولي والإنساني. ولكن مع الأسف هناك تقصير من قبل منظمة الصليب الأحمر، هي تدعي أنها تقوم بالزيارات وتطلع على أوضاع الأسرى، ولكن لا نكاد نلمس لها أي وجود ولا حتى يعني أي حضور على المستوى الإعلامي أو إدانة الاحتلال في هذه الإجراءات. يعني كان المفترض من منظمة الصليب الأحمر أن تقوم بزيارة السجون، الاطلاع، إصدار البيانات حول ما يجري بالفعل من انتهاكات جسيمة تطال الأسرى، تمس حياتهم، هناك ارتفاع كبير في أعداد الأسرى المرضى، هناك أسرى بحاجة إلى علاج ورعاية صحية وطبية، الأسيرة إسراء جعبيس، الأسرى المرضى، لدينا الآن 7 أسرى يضربون على الطعام، بعضهم تجاوز الشهر الثالث، الأسير كايد فسفوس ومقداد القواسمة وعلاء الأعرج، كلهم دخلوا مرحلة من الخطر. ولكن الصليب الأحمر في هذا الأمر هناك تقصير واضح وهناك صمت من قبل هذه المؤسسات الدولية. مدير الإعلام في وزارة الأسرى الفلسطينية إسلام عبده، شكرا لك.